الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية أن البرلمان يكلف موازنة العراق المالية نحو 600 مليار دينار سنويا. وأوضحت المؤسسة أنه إذا تم احتساب تكلفة البرلمان بلغة النفط، فإن تكلفة كل عضو بمجلس النواب تبلغ 18,000 برميل نفط سنويا، و1500 برميل شهريا، و50 برميل يوميا. وفيما يخص تكلفة مجلس النواب السنوية، بيّنت إحصائية مؤسسة عراق المستقبل أنها تعادل بحدود 6 ملايين برميل نفط سنويا، و500,000 برميل نفط شهريا، و17,000 برميل يوميا. قال خبراء اقتصاديون إن هناك أزمة حقيقية في السيولة النقدية لدى البنك المركزي بالعراق، دفعت وزارة المالية إلى تأخير إطلاق رواتب الموظفين بسبب تعثر التمويل. وأضاف الخبراء أن العقوبات الأمريكية حدت من عمليات البنك المركزي لبيع العملة، حيث يقوم البنك حاليا ب 22 مزادا فقط يبيع فيها شهريا نحو 4 مليارات دولار. وبين الخبراء أن الأموال الناتجة عن مزاد بيع العملة لا تكفي لإرسال الحوالات لوزارة المالية لتسديد الرواتب، ما أدى إلى تعثر عمليات تسديد الرواتب وخلق أزمة في البلاد. أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي عدم وجود أي تعديلات على الموازنة لعام 2024. وقال البلداوي إن الحكومة تحاول وضع الجداول الخاصة بالنفقات والإيرادات وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مشيرا إلى استمرار العمل بتطبيق البنود والقرارات القضائية الخاصة بموظفي كردستان العراق وتوطين رواتبهم، لافتا إلى وجود حراك لحل المسائل الخلافية الخاصة بالقضايا المالية بين بغداد وأربيل. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق حل بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر كانون الثاني الماضي. وأشارت هيئة الإحصاء إلى ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 3.5% وانخفاض الواردات بنسبة 22% على التوالي في شهر كانون الثاني عام 2024. وذكرت الهيئة أن الصادرات التركية بلغت 19 مليار و 991 مليون دولار بزيادة قدرها 3.5%، فيما بلغت الواردات 26 مليارا و 218 مليون دولار. ارتفعت أسعار النفط لتتجه لختام الأسبوع على زيادة طفيفة مع تعقد وضع المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم تسلم المساعدات. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت تسليم شهر أيار بمقدار 29 سنتا لتصل إلى 82 دولارا و20 سنتا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتا أيضا ليصل إلى 78 دولارا و48 سنتا للبرميل. والآن مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ومع أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.